جميلة في هذا اليوم الماطر واليوم الممطر. الشوط الأول الرئيسي ذهب إلى هالي الهير في مدينة العين، وكانت مياسة لمحمد بن أحمد بالعكوي السلمي العامري هو من حقق المركز الأول في انطلاقات هذا الصباح الجميل، وأهدى الفوز والناموس لهالي العين وهالي الهير. بينما مشاهدينا الكرام الشوط الثاني كانت مزنة أيضا لهالي الهير لعلي بن مصبح بالخصم الاجتبي، وحققت أفضل توقيت زمني في صباح هذا اليوم ب 12 دقيقة 52 ثانية وتسعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهالي الهير، وأسعد الله صباحكم، شكرا يا سلطان يا بن علي بالخصم يا الاجتبي. على المركز الثالث كانت العابر أو كان العابر لمنصور بن ناصر بن علي النعيمي، وهدى الفوز والناموس لهالي الظاهر في مدينة العين ب 13 دقيقة 6 ثواني وجزئين من الثانية. وأسعد الله صباحك يا أبو ناصر على هذا الفوز والانتصار، وسجود مورنينج يا الوحش. أما المركز الرابع حضر الراهي بمنافسة هذا الشوط لسلطان بن خلفان بن حمد الحافري بنفس شعارك يا أبو حمد أبو ناصر، و12 دقيقة 57 ثانية بالوفاء والتمام، وهذا الفوز والناموس لهالي العين وهالي الظاهر في هذا الأداء الجميل والأداء المميز الصباحي. بينما مشاهدينا الكرام هو هنا جميلة من حلت في المركز الأول في الجولة الثانية وبداية شوطنا الخامس ب 12 دقيقة 58 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية لتهدي هالي الشحانية هذا الفوز والانتصار، وهالي العوينة واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار. بينما الظبي مشاهدين الأعزاء مع شوط مهجرات الأصايل بنفس الشعار شعار صايد الرموز وفهد بن محمد بن فهد الخيارين قطعت المسافة 12 دقيقة 58 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. بينما مشاهدينا الكرام في الشوط السابع حضر سر لحمدان بن ناصر بن علي النعيمي و13 دقيقة 8 ثواني وتسعة أجزاء من الثانية ليسجل ثلاث نقاط صباحية هذا الشعار برفقة الوحش حمد بن ناصر النعيمي. تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط الثامن فكان الطاير لفهد بن محمد بن فهد الخيارين، كذلك يسجل النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم ب 13 دقيقة 10 ثواني وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وجود مورنينج لهالي العوينة في دولة قطر. أما الشوط التاسع فكانت الحذرة صاحبة الإنجازات المستمرة على أرضية هذا الميدان لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، وهذه رابع نقاط في هذا الموسم على أرضية هذا الميدان. تهانينا والناموس، وتنحدر من سلالة الحذر باسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. الشوط العاشر حضرت سلابة لنهيام بن محمد بن ركاض العامري، فاجأتنا في اللحظات الأخيرة وانتزعت المركز الأول بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 18 ثانية وسبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس واسعد الله صباح الجميع. أما الشوط الحادي عشر فكان شاهين لعمر بن خلفان الرفيسة، وأهدى التحية والناموس لهذه الذيد في إمارة الشارقة ب 13 دقيقة 28 ثانية وستة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط الثاني عشر فكان أدنك لحمد بن سعيد بن حارب العفاري، وأهدى الفوز والناموس لهذه العين ب 13 دقيقة 28 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. أما مشاهدين الكرام الشوط الثالث عشر فكانت مع أول أشواط الإنتاج سمحة خليفة بن سالم بن دري الفلاحي 13 دقيقة 8 ثواني بالوفاء والتمام، وأسعد الله صباحكم يا هالي زاخر على هذا الفوز والانتصار وتحقيق الناموس في أول أشواط الإنتاج. الشوط الرابع عشر حضرت الشبح أيضا لخليفة بن سالم بن دري الفلاحي لسجل نقطتين متتاليتين ب 13 دقيقة 14 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس وأسعد الله صباحك يا بن دري على هذا الفوز، وسلام عيناوي سلام لهالي زاخر. بينما الشوط الخامس عشر كان شاهين لمحمد بن عبد الله بن عباد الهاملي، أهدى التحية والفوز والناموس لمالكة ب 13 دقيقة 23 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. الشوط السادس عشر والأخير كان ضمن أشواط هذا الصباح وضمن أشواط الإنتاج هو الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، قطع المسافة 13 دقيقة 24 ثانية وخمسة أجزاء من الثواني في انطلاقات سباق صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. إلى هنا مشاهدين الأعزاء نأتي إلى ختام انطلاقة سباقنا الصباحي في هذا اليوم. كان معكم مخرج هذا السباق الأستاذ تيسير شنابلة من أدار وأخرج لكم هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسينج الثالثة. مشاهدين الأعزاء يتجدد بحضراتكم اللقاء في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا. إلى أن نلقاكم في ذلك الوقت تقبلوا أجمل تحية مني محدثكم حمد وضويب الشامسي. إلى اللقاء.